السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله كما وعدتكم غادي يخص لو ديالوج ديال لا كومونيكاسيون اي اك دو لونغاج بور لي سيمين 3 اي 4 بور لو ليفغي دابرونون اي دابرونونت ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6ème année de l'enseignement primaire. و لوبجيكتيف سي دابريسيي اي ايفاليي اون اتيتود او بيان ان كومبورتمون، يعني كيفاش تقيم واحد الاسلوب ولا واحد السلوك اللي هو واش سلوك مدني ولا سلوك غير مدني. ولو ديالوغ هو هذا، هو لو ديالوغ دو في هاد لا دوزيام يونيتي لا سيتويانيتي اي لو كومبورتمون سيفيك، المواطنه والسلوك المدني. اذا نقراو لو ديالوغ. لو ديالوغ دو دي زونفون دو لا 6ème اني سو سون ريوني بور ديسكوتي اي فوتي بور شوازير اون او بيان ان ديليغي دو كلاس، سادير الاطفال ديال السادس ابتدائي تجمعوا باش يهضروا ويناقشوا وكذلك يصوتوا باش يختاروا على المنسق او المنسقه ديال القسم. أحمد، les enfants, puisqu'on est tous ensemble dans la classe, réfléchissons au vote pour choisir notre délégué de classe. أطفال، مهما حنايا دابا مجموعين في القسم، نفكروا باش نصوتوا على شكون غادي نختاروا يكون منسق ديال القسم. رشيد غادي يقول وي بيان سور، نعم طبعا. Ça sera une fille ou bien un garçon. Gadi tkoun bint ou la wild. Fadma, on va voter pour Khadija. Gadi nsawtu ala Khadija. Elle est digne de cela. Yani hiya jadira bhad l'msouliya hadi. Elle sera l'exemple de la bonne déléguée. Hiya l'mithal dial ahsan munasiqa. Gadi tkoun. Vous êtes d'accord? Wach ntouma mtafqin? Aminato. Oui, moi j'apprécie le choix. Ana, kanfuddal had l'khtiyar hada. Ali et Rachida. Nous aussi, ou nous aussi, Khadija est un meilleur élément pour assumer les responsabilités de la classe. Et bien sûr, nous serons toujours avec elle pour le soutenir. قالوا بأنه حتى هما متفقين وخديجة هي أحسن واحد ممكن يأسومي سيتادير يتولى لي ريسبونسابيليتي يعني المسؤولية ديال القسم. اي بيان سور بطبيعة الحال نو سورون توجور افيك إل بور لو سوتونير، يعني حنا دائما معها باش نساندوها صافي. أحمد غادي يقول وي إل سي توجور مونتخي سونسيبل أوز أتيتود إي أو كومبورتمون دو سي كاماراد. وي نعم هي دائما بينات بأنها كتحس بالسوء سلوكات ديال الاصدقاء ديالها. الي ريسبكتيوز هي محترمه وكتحترم اي واحد اونفير تو الموند، يعني كتحترم الجميع. فغيد وي سي فري هذا صحيح. لا ديرنيير فوا اخر مره اي لا كونفانكو ان نوفيل ايليف ا سانتيغري دون لو غروب، قنعات واحد التلميذ جديد باش يدخل في المجموعه اي دو جوي افيك سي كاماراد ويلعب مع الاصدقاء ديالو. اميناتو اش غتقول؟ ايير اوسي البارحه ايضا اي لا انسيتي تو لي ايليف دو لا كلاس حتى التلاميذ ديال القسم ا ايفيكتوي اون كوليكت بور راسومبل دي زابي بور دي زونفون اورفلان دو لورفولينا دا كوتي، يعني انها حتى التلاميذ باش يجمعوا شنو غادي يجمعوا؟ غادي يجمعوا الملابس باش يعطوهم للاطفال اليتامى ديال دار الايتام اللي قدام ليكول. سي سغا بور لو جور دو لا كوبيراتيف سكولير، يعني هاد النشاط غادي يديروه في التعاون في اليوم ديال التعاونيه المدرسيه كي اوغا ليو لو سامدي بروشان اللي غادي يديروه نهار السبت القادم. خديجه قالت لهم ميرسي بوكو دو مافوار شوازي اي دو مافوار في كونفيونس، شكرا لكم جزيلا حيت اختارتوني وحيت عطيتوني الثقه ديالكم. جو سوري ا لا ديسبوزيسيون دو تو مي كاماراد، يعني انا غادي نكون في الخدمه ديال جميع الاصدقاء دو مي بروفيسور ديال الاساتذه ديالنا وكذلك ديال المدرسه دو مون ايكول المدرسه ديال. سويون توس دو بون سيتويان، يعني كونوا مواطنين صالحين. توس يعني كلشي. برافو اي بون كوراج، كيتمناو لها حظ موفق في هاد المهمه ديال ديليغي دو كلاس. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كنت وعدتكم انني ندير فقط لو ديالوغ ديال لونيتي 2 سيمين 3 اي 4 ابريسيي ايفالويي اون اتيتود او بيان ان كومبورتمون pour le livret d'apprenants et d'apprenantes mise apprentissage en français 6ème année de l'enseignement primaire. خليتكم على خير، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه التربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.